إذن لتحميل لعبة زمن المحاربين يأتي إلى جوجل، نكتب زمن المحاربين ثم ندخل الموقع الرئيسي، نضغط هنا ثم بعد ذلك ننزل إلى أسفل، ننزل إلى أسفل هنا ثم هنا نختار التنزيل. سبق وشرحنا طريقة التنزيل، هنا سأشرح لكم طريقة حل مشكلة تنزيل اللعبة. مثلا إذا قمنا بالضغط هنا على إصدار كامل سيأخذنا إلى موقع ميغا. هذا الموقع غالبا إذا كان لديك المكافح للفيروسات أو ويندوز 10 فإنه غالبا لا يريد أو يعني لا تستطيع أن تحمل هذه الملفات بسهولة. لذلك سأقدم لكم اليوم الحل لحل هذه المشكلة وتحميل هذه الملفات التي من هذا الموقع. كما ترون هذه هي الملفات، تابعوا معي الفيديو. أما شرح طريقة التسجيل سوف تجدون رابط الفيديو يعني أسفل يعني في الوصف لطريقة التسجيل بالتفصيل. هنا فقط طريقة حل مشكلة تحميل لعبة زمن المحاربين، تابعوا معي الفيديو. إذن يا أصدقائي، إذا حدث معك مشكلة في تحميل لعبة زمن المحاربين من هذا الموقع أو أي ملف من هذا الموقع ميجا، فالطريقة سأريكم الطريقة الآن. ندخل إلى هذا الموقع الذي سوف تجدونه أسفل الفيديو، ننتظر هنا قليلا، نضغط هنا، تبدأ بهذا الشكل، نضغط هنا create download link، ننزل أسفل، بعدها نضغط على click here to download، هو يتم تحميل البرنامج، ثم دوبل كليك عليه لفتحه، ثم نضغط على wizard finish. لن يعطيك هذا، أنا سبق و هنا نقوم بتصطيب هذا البرنامج، نضغط next، install، بعد ذلك نضغط finish، سيعطينا هذه اللائحة، نضغط setting، نختار هنا مكان سنضع عليه الملفات، نختار domain، select folder، ثم هنا نكتب 8، هنا 32، ثم save. الآن نعود إلى الملفات، نأخذ ننسخ الرابط من هنا كوبي، ثم نفتح البرنامج، ثم نضغط add links، نضغط ننسخ الرابط هنا، نضغط هنا، هو أعطانا الفولدر بجميع ملفاته فقط، ثم نضغط start. مباشرة إذن هنا يبدأ التحميل. كما ترون تم تحميل الملفات لأنها ملفات صغيرة، تبقى فقط هذا الملف. سوف ننتظر الآن يتم تحميل 5 جيجا. هكذا نتخلص من مشكلة الميجا. نزل ننسخ هذا وصار، ماذا بنا هنا نكتب task manager، task manager ناخذ هذا نضغط run new task manager، هنا نكتب لا نكتب slash اولا ليس سلاش، ثم نكتب ناخذ هذا ننسخ هذا هذا
هكذا يتم تثبيت بنجاح، يتم تثبيت الآن. اوكي ستار تثبيت لعبة زمن المحاربين حاليا، ننتظر انتهاء التثبيت. ثم نضغط فينيش. اذا في البداية سيظهر معك هذا الشيء، نضغط نقوم باغلاق هذه النافذة، ثم اذهب لتحميل الباتش. نذهب الى الموقع الذي اسفل او نضغط على التنزيل، ثم نضغط على الباتش، وهكذا نضع مكان تحميل الباتش، ثم نضغط سيف، ويتم تحميل الباتش مباشرة من الموقع الرئيسي. عندما ينتهي من التحميل نضغط على هذا كي يذهب مباشرة للفتح، سيخوض هنا مباشرة لمكان الباتش. إذا نضغط هنا كوبي أو ننسخه أو كات، يعني نضغط كات أو كوبي. إذا نسيد هذه الأيقونة، نضغط يمين الماوس ثم نختار Open Field Location، سيأخذنا إلى المكان هذا المجند. نضع هنا الباتش باست أو كولي، ننسخ الباتش هنا على هذا المجند، ثم نضغط على نترك الأمور بهذا الشكل ونمر إلى الخطوة التالية. وذلك سنقوم باستخراج هذه الملفات استراكت هير، مزيد هنا نأخذ هذه الملفات اوكي ونضعها في الملف الرئيسي هنا open file location، نضغط post او كولي، نضغط replace files، وهكذا ضغطت الان هنا على الباتش و يتم الدخول مباشرة. هكذا يتم الدخول زمان المحاربين.